هذا يسأل سؤال غريب، يقول هل يوصف الله بالمعرفة، إن الله يعرف؟ لا، نقول الله يعلم، ما نقول يعرف، نقول يعلم، كما وصف نفسه بذلك. الله يعلم، الله عالم كل شيء. ثم استدل بدليل عجيب، يقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا من باب المقابلة، تعرف أولا أنت يعرف، هذا من باب الجزاء والمقابلة، لا من باب أن الله ما يعرفك إلا إذا تعرفت إليه. هو يعرفك سبحانه سواء تعرفت أو لم تتعرف إليه، لكن هذا من باب المقابلة. مثل يسخرون منهم سخر الله منهم، نسوا الله فنسيهم، هذا من باب المقابلة والجزاء. نعم.